القانون 38 هذا في الأصل لما تمت المصادقة عليه كان مخالف للدستور. يعني الدستور بكل وضوح يقول لك وقت لتاخذ إجراء لعنده تبعات مالية يلزم تقرا حسابه في ميزانية الدولة اللي تصادقت عليها. وإذا كانت خارج ميزانية لابد أن تقول من أين ستأتي الموارد لتغطية هذه النفقة، أو تراجع الميزانية وزارة بوزارة وتحط مبلغ فلوس. قلت أن هذا القانون راهو غير قابل للتطبيق وهو وهم لا أكثر ولا أقل. ولكن بعد 25 شويلة أنا كنت أتمنى أن نطبق هذا القانون وأن نحترمه، وكان عندنا الحلول لذلك. قل لك كيفاش، قداش عندنا ناس في الإدارة اللي دخلوا بشائد مزيفة؟ رئيس الجمهورية قال برشا به. وقال هل من المنطق ومن المعقول باش هذم يبقاو في الإدارة وهم دخلوا بشائد مزيفة؟ قداش عندنا اللي دخلوا للإدارة بدون احترام دون احترام شروط الانتداب في الوظيفة العمومية بالآلاف، إن لم نقل بعشرات الآلاف. المفروض هؤلاء يغادرون، نخرجهم من خدمهم. طبعا من المعقول واحد دخل الوظيفة العمومية بشهادة مزيفة ولا نحافظ عليه؟ هذه دولة محترمة. أو واحد دخل وما تمش احترام القانون والإجراءات القانونية ونحافظ عليه في الإدارة؟ هذا غير معقول. لما تخرج هذوم يمشي يبدأ التعافي متاع الإدارة وقتها تنجم تطبق القانون 38 وتحترم القانون 38. طبعا وقتها تنجم تحترم القانون 38 وتنتدب هؤلاء الذين يستجيبون لكل الشروط تاع قانون 38، نجم تدخلهم. لكن تتصور يكفي إيقاب البعض طبعا من أكثر من إيقاب البعض أكبر من إيقاب البعض، فما يعني اللي يعمل تقديرات كلك راهو إذا كان تشوف شوية لا إذا كان تشوف الشروط الكل عدد الذين يستجيبون لكل الشروط راهو عدد ضئيل جدا. وما نخلقش البلبلة هذه في البلاد في هذا الظرف بالذات. البلبلة التي نحتاجها هي احترام القانون، ونخرج من الإدارة الذي دخل الإدارة بغير وجه حق، ونبدأ في تعافي الإدارة بالطريقة هذيك، ونبدأ في الاستجابة أيضا لمشكل كبير ياسر عنا مع صندوق النقد الدولي، وهو كتلة الأجور في الوظيفة العمومية. وأنا منيش نحكي على مستوى الأجر، راني نحكي على كتلة الأجور. راهي مشكل وعائق كبير جدا. لو عندنا توقيع كيفاش كتلة الأجور؟ أنت باش تخرج ناس وتدخل ناس أخرين. اللي باش تخرجهم أكثر بكثير، كتلة الأجور فيها اللي باش تخرجهم أكثر بكثير، وباش تبدا في تخفيف العبء على الإدارة. فما بالتقديرات تقول أنه اللي دخلوا 700,000 موظف قد يخرجوا من اللي 700,000. يبدو أنه حسب التقديرات اللي دخلوا للإدارة بشهادة مزيفة عندك رقم، واللي دخلوا بدون احترام شروط الانتداب عددهم يوصل تقريبا إلى 120,000. 120,000 نعم سيدتي الكريمة، نعم مزيفة. 120,000 نعم. واللي باش تنتدبهم على أساس قانون 38 ربما 1000 أو 2000 مش أكثر، لما تطبق شروط الكل وتطبق القانون هذا. هذا كان يكون تعامل أفضل بكثير مع هذا الوضع، وما نخلقش هذه البلبلة في البلاد، ونبدأ فعلا في التعافي، ونبدأ أيضا في تصحيح الوضع. ما ننساوش اللي عندنا رئيس حكومة راه وقع التزام مع صندوق النقد الدولي في سنة 2018 وهو السيد يوسف شاهد، وقع بتوقيعته هو وتوقيع محافظ البنك المركزي الحالي أن كتلة الأجور ستكون في حدود 12.4% في حدود 2020. في نفس الشهر وقع اتفاقية زادة مع الاتحاد العام التونسي للشغل. لا هذيك الحكومة اللي قبلها حكومة سي حبيب الصيد. لا حتى يوسف الشاهد وقع. لا وقع يوسف اليوم الشاهد. اليوم احنا في أي نسبة؟ تجاوزنا 18%. يعني دولة لا تحترم مثل هذه الالتزامات ما تنجمش تكون دولة محترمة دوليا، مش معقول. فبالتالي هذه كانت تكون فرصة لبداية تعافي الوظيفة العمومية وبداية الوصول إلى حل ولو جزئي للمالية العمومية اللي باش نحكيوا عليها فيما بعد.